اضرب انا مالي تضرب. طيب خلونا ناخد خبر تاني بيقول لك تخصيص 40 قرش على كل علبة سجاير لصالح التأمين الصحي. انا اول ما قريت الخبر انا كنت متضامن مع كل واحد ضريب كليوباترا وسوبر في مصر. ليه؟ ده العلبة ب 15 جنيه هدفع عليها كمان 40 قرش. لكن في تفاصيل الخبر عرفت ان ال 40 قرش دول هيتاخدوا منين؟ من الشركة الشرقية للدخان اللي هي المنتجة للتوباكو ده، التمباك ده، الايسترن كامباني. يعني ده طبعا للتأمين الصحي، توفير موارد يا اخوانا، توفير موارد. هنصرف ازاي يا احمد على التأمين الصحي؟ لازم الم قرش هنا وقرش هناك. احمد طبعا بيشرب اجنبي انا ولا بشرب، بص انا وبيشيش اجنبي. لو يحكموني على السجاير والله اخلي العلبه ب 100 جنيه. لا بكره السجاير دي، يعني بص اللي مش عاجبه اللي غاليه ما يبطلها. يعني انت قافل على الناس غاله وكده وجايب الليل يضرب له. شوف السرطانات قد ايه في مصر من السجاير، سرطان الرئه والبلاوي دي. يعني هو السجاير بس هي اللي مموته البتاع.